السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم مصطفى. موضوع النهاردة الالتهاب الكبدي في الحمام، اسبابه وعلاجه. هتلاقي الاعراض فرد الحمام خاسس، كمشان، بينهج، مش قادر ياخد نفسه، لو باض بيطلع البيض فارغ، لو طلع زغاليل مش بيعرف يأكلها، مش عارف أكلها وتموت. الحمام راكن على جنب ومش بيجي على الأكل. اعطيناه علاج للتنفسي، كنا فاكرين مثلا إن أنت فاكر إن هو عنده تنفسي، اعطيته علاج ما جابش نتيجة، اعطيته علاج سلمونيلا ما جابش نتيجة. لو مش قادر تفرق بين المرض سلمونيلا أو تنفسي أو التهاب كبدي، أعراض الالتهاب الكبدي هتلاقي في البراز بتاعه أسود أو أخضر غامق أو أخضر مسود، يعني هتلاقي حلقه أحمر، حلق الحمامة هتلاقي حلقها أحمر. لو ضغطت على صدرها هتلاقي صدرها بيصفر، عشان كده بتفتكر إن هي أمراض تنفسية. أما لو هو تنفسي هتلاقي البراز بتاعه أصفر وفي تجبنات وفي رشح وفي دمعة عين، ده المرض التنفسي، عشان تفرق بين الاتنين. لو انت اعطيتها بتيكم ده بتاعنا ده وفاركو فيت لمدة 5 ايام وما جابش نتيجة، يبقى الحالة اللي عندك مش التهاب كبدي، الحالة تنفسي. وما خسرناش حاجة يعني، لما اعطينا ال5 ايام مفيش منه اي ضرر، العلاج اللي معانا ده مفيش منه اي ضرر، يبقى انت اعطيت وقاية من امراض الكبد ومنشط الكبد. يعني لو انت مش قادر تحدد، ممكن تعطي علاج تنفسي الصبح اللي هو عندي ده، او اي دواء عندك تنفسي ممكن تعطي علاج ده الصبح، وتعطي تاني منشط الكبد بالليل، يبقى عالجنا الحالة دي والحالة دي. لما تكون شاكك بين مرضين تعطي علاج الاتنين ده صباحا وده مساء، ده احنا بنعمل كده يعني، بالليل منشط الكبد ومضاد السموم، والصبح اللي هو التنفسي. طيب ازاي انا عرفت؟ انا ذبحت حمام لقيت ان هو عنده كبد فيها بقع بيضة، ولذلك عرفت ان الكبد بتاعتهم تعبانه. طبعا كلنا بنعرف بنرمي الكبد يعني، عادي مفيش مشكله ترمي الكبد وتاكل الحمامه. طيب الجرعه اللي هنعطيها قد ايه؟ عشان هو الفيديو هيكون فيديو سريع. معانا الدواء ده هنرجه جيدا، هابيتيكم ده ادويه رخيصه بشري، هنرجه جيدا، ومعانا المسأل اللي هي اللتر بتاعنا، هنحط غطا من الدواء بتاعنا بعد ما رجناها الازازه. المسقة بتاعتنا دي لتر مية، تمام، حطينا الغطا، وهناخد كبسولة من فاركوفيت، كبسولة واحدة نفتحها، لان هي كبسولة جيلاتينية يا جماعة، اهو شكل الكبسولة، نفتح الكبسولة، ادي الكبسولة. شوف حضرتك هتجيب المقص كده، ما تحطهاش كده، تفتح المقص كده، تفتحها بمقص، شوف خرجت منها السائل بتاعها، وتفضيها في المسقة بالشكل ده. وطبعا هتحط المية، المقص طبعا نضيف. طبعا بعد ما حطينا المية هنغسل المقص فيها علشان الشوية اللي كانوا لازقين فيها. هتستمر على العلاج ده زي ما قلنا 5 ايام، وان ما جابش نتيجة يبقى ما خسرناش حاجة، ويبقى الاعراض دي اعراض مرض تنفسي. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.